السلام عليكم. يسعى الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة إلى وضع السكان أمام خيارين: إما أن تثوروا على المقاومة وتواجهونها، وإلا فإنكم شركاء لها، وبهذا تكونون أهدافا مشروعة لصواريخنا الفتاكة. من خلال هذه المجازر يوجه نتنياهو رسالة إلى الشعب الفلسطيني والعرب والعالم والإسرائيليين كذلك، أن محكمة العدل الدولية ليست رادعا، ومهما كانت قرارات هذه المحكمة فإن الممسكين بزمام السلطة في إسرائيل لا يولونها اهتماما، والدليل زيادة وحشية المجازر، وبمعنى آخر أنه تقبل كون إسرائيل فوق القانون الدولي، وما يسري في مناطق أخرى في العالم لن يطبق هنا، يعني في إسرائيل. يقول الاحتلال بهذا: ها نحن نقتل بغير حساب أيها الفلسطينيون، أنتم محاصرون ولن تحصلوا على أي دعم عربي أو إسلامي أو دولي، وليس أمامكم سوى الاعتراف بضعفكم، بعدم قدرتكم على مقاومة إسرائيل الموجودة فوق كل القوانين وما تخططوا له وتنفذه. وأسرع طريقة للخلاص من هذا الجحيم هو الاستسلام ومطاردة المسلحين والوشاية بهم. فهل تتحقق لإسرائيل تلك الأمان المريضة؟ هل يتحقق لها ذلك الخيال الذي ثبت خلال عقود طويلة من الصراع العربي الفلسطيني من ناحية، الإسرائيلي من ناحية أخرى، أن كل هذه المخططات والتكتيكات فاشلة؟ اليوم نناقش هذا الموضوع وموضوعات أخرى بطبيعة الحال مع ضيوفنا الكرام. معنا من الضفة الغربية الأستاذ سري سمور، الكاتب والمحلل السياسي المهتم والمتابع للشأن الفلسطيني. أرحب بك معنا أستاذ سري في هذه الحلقة. حياكم الله أستاذ. كما يسعدنا أن نرحب بالدكتور سامر عوض، الكاتب والمحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية. مرحبا بك معنا دكتور سامر. مرحبا بكم أستاذ يونس وبضيوفك الكرام والمشاهدين. ويسعدني أن أرحب بضيفنا الكريم الدكتور عمر جعارة، الخبير في الشأن الإسرائيلي والصهيوني. مرحبا بك معنا دكتور عمر. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. أهلا بكم جميعا. بعد فاصل قصير نتابع هذه الحلقة بحول الله. على قاهرين العدا، سلام على غزة الصامدين، سلام عليكم وروحي لديكم، تتم صفوف حماة العرين، كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء، وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء، كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء، وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء. نرحب بكم من جديد ونرحب بضيوفنا الكرام، ونبدأ بالسؤال للأستاذ سري سمور. أستاذ سري، نحن أمام سلسلة طويلة من المجازر البشعة التي لم يسبق للكيان الصهيوني أن قام بها. يعني مكتب الإعلام الحكومي منذ فترة لم يصدر أعداد المجازر، كان يتحدث دائما عن آلاف المجازر وتوقف عن العد، لأن هناك في اليوم الواحد أكثر من مجزرة، وفي كل مجزرة هناك عدد من الضحايا والشهداء. برأيك كيف يمكن النظر لاتباع إسرائيل هذا التكتيك بارتكاب مزيد من المجازر؟ أهلا بكم. الله يشوف جانب. يعني تكتيك المجازر أستاذ يدخل في إطار تحدث عنه اليوم نتنياهو، تحدث عنه هو ما يسمى بالضغط العسكري. طبعا هو لا يستهدف أهدافا عسكرية ولا يواجه عسكر، لأنه المقاتلين الفلسطينيين يعرفون كيف يناورون وكيف يضربونه، يستشهد منهم ناس صحيح، لكن بشكل عام هو يريد ضرب الحاضنة الشعبية. أعلنوا بصراحة أنهم يريدون تحريض أهالي قطاع غزة على حركة حماس وعلى المقاومة. كيف؟ بارتكاب المجازر. يعني هذا أسلوب، طبعا أسلوب في غاية القذارة، في غاية النذالة،
في غايه كل المفردات السيئه التي ممكن ان يحويها قاموس اي لغه في هذا السياق وفي هذا الزمن. فارتكاب المجازر تصاعد يعني لهذا الغلط. طيب هل اسرائيل معها شك مفتوح لترتكب المجازر؟ للاسف، بل للاسف نقول نعم، لانه يعني الدول العربيه بعضها ادانت مجزره المواصل بعد بطلوا دينه خلاص، يعني حتى الادانه اصبحت موسميه. العرب حتى اللي كنا نسخر، يعني انا من الجيل الذي سخر، يعني قالوا هزي اليك بجذع مؤتمر يساقط عليك نسجب ونستنكر. الان حتى نسجب ونستنكر لم نعد نسمعها، بل بالعكس هناك تباهي عربي مع اسرائيل بطريقه او باخرى. فاسرائيل وطبعا الدعم الغربي ومنه الامريكي واخره ما قامت به هيومن رايتس ووتش، العالم الغربي الذي يحكم العالم، للاسف العالم محكوم بالعالم الغربي. انت شايف الصين وروسيا، يعني انكشف وضع الصين وروسيا، كانوا يقولوا الصين وروسيا بتنافس امريكا، يبدو بنفسه امريكا في بيع بعض السلع مش في ملف حساس زي ملف فلسطين. فالعالم الغربي منحاز لاسرائيل، فاسرائيل تشعر بان معها شك مفتوح لقتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه بعدد اقل لسبب او لاخر. تمام، لكن وصلت الفكرة سيد سري، وصلت الفكرة، أشكرك جدا. أتوجه للدكتور عمر. دكتور عمر، أنت معنا على الخط الهاتفي، ورغم ذلك وتلك المجازر ولأول مرة الاحتلال يعترف أمس بنقص حاد في الدبابات جراء تدميرها على يد المقاومة الفلسطينية، ويصدر أرقاما جديدة لعدد المصابين من الجرحى سواء بالأمراض العقد النفسية أو الإحصائيات التي أصدرها، وهذه إحصائيات مهمة جدا بعد 9 شهور من الحرب. ما دلالاتها باعتقادك دكتور؟ نعم، دولة إسرائيل تعاني من نقص من الموارد البشرية في كافة مجالات دولة إسرائيل. فالبناء صفر، والحقول صفر، والمزارع صفر، والسياحة صفر، ورفع الفائدة 4.5 لا يستطيع مدير البنك المركزي تخفيضها، وتوزيع الميزانية على متطلبات الائتلاف الحكومي أدى ألا تكون توزيع ميزانية الدولة طبقا لحاجات دولة طبقا لحاجات شعب دولة إسرائيل. إذا دولة إسرائيل تعاني من طوفان الأقصى في كافة مجالات الحياة. فمثلا نتنياهو يقول اقتباس، نحن ندفع ثمن باهظ في قطاع غزة. جالانت يقول ندفع أضبانا باهظة في قطاع غزة. قائد الجيش يقول أنا بحاجة إلى 7000 جندي. ولذلك الآن في حرب أهلية في داخل دولة إسرائيل ما بين الحرديين أو الحريديين والتجنيد الإجباري، لأن جالانت طالب من نتنياهو ألا يكون هناك قانون للتجنيد الإجباري إلا باتفاق كافة الكتل الائتلافية، ورفض نتنياهو ذلك، ومحكمة العدل العليا اتخذت قرارا بتجنيد فورا 3000، والذي لا يلبي التجنيد تخصم منه كل رواتبه المالية. لذلك دولة إسرائيل ذهبت إلى الحرديين أو الحريديين بشكل مغرمة، لأنها بحاجة إلى الجنود كما يقول جالانت وكما يقول قائد الجيش. بل بالعكس، إن نتنياهو يتهم الجيش بأنه لا يقوم بالضغط اللازم على المقاومة الفلسطينية، مما أدى إلى قائد الجيش أن يطلب من نتنياهو فورا أن يعتذر إلى الجيش ويعتذر إلى دولة إسرائيل. وكذلك الخلاف ما بين جالانت وما بين نتنياهو عميق جدا. ولذلك في خطابه الأخير عندما دخلت الكنيسة إلى إجازة تستمر إلى 3 شهور يصرح ويمرح نتنياهو فيها، فينتهي من تهديدات العظمة اليهودية بن جبير، وينتهي من تهديدات سموتريتش الصهيونية الدينية. نعم. ويبتعد عن كل هذه التهديدات، لأنه لا يوجد جلسة للكنيسة إلا بعد إجازتها السنوية والتي تستمر إلى ما يقارب 3 شهور. إذا الآن نتنياهو يقول له المواطن الإسرائيلي قبل ذهابك إلى واشنطن عليك أن تتم الصفقة، لأنك أنت العائق الأول والأخير للصفقة. بمعنى
أن الشعب في دولة إسرائيل يؤمن بإعلام المقاومة أكثر ما يعلم بإذاعات وأخبار دولة إسرائيل. نعم. إذن دولة إسرائيل في أزمة كبيرة؟ الجواب نعم، بالرغم بأن المقاومة من الفئة الخليلة، ولا نخاف من الفئة الخليلة لأنها حتما منتصرة، ولا يوجد غازي في التاريخ قد غزا المدن إلا هزم، وهذه الهزيمة ماثلة بكل نواحي الإعلام الإسرائيلي. لا يوجد مدير للمخابرات الإسرائيلية إلا ويقول نتنياهو يقود دولة إسرائيل الهاوية، وآخر يقول مثل عمي أيلون إن نتنياهو يعمل على تخريب البيت الثالث، بينما مدير الموساد الإسرائيلي تمير باردو يقول إن نتنياهو أخرس وأعمى لا يسمع ولا يرى إلا نفسه. نعم. كل طيب ذلك طيب. بسبب على الرغم من ذلك الذي أصيبت نعم. في دولة إسرائيل نعم. من 7 أكتوبر. على الرغم من ذلك دكتور اسمح لي هنا أتوقف مع الدكتور سامر عوض، على الرغم من مما تفضلت به إلا أن الصفقة لا يبدو أنها قريبة بفعل عوامل كثيرة، منها سيطرة نتنياهو على المشهد بشكل واضح دكتور سامر من ناحية، ومن ناحية أخرى هي وجود زيارة لواشنطن في 24 أو في 22 من هذا الشهر، وكلمة لنتنياهو في الكونغرس الأمريكي في 24، ويعتقد بأنه لن يتم التوصل لأي اتفاق قبل هذا الوقت، وربما يستخدم نتنياهو نتائج هذه الزيارة المستقبلية في تمديد أمد الحرب لمدة أطول. ما هو توقعك في هذه القضية؟ يعني واضح كل التصريحات التي تؤكد، سواء ما خرج به جالانت أو اليوم تصريح وزارة الخارجية الأمريكية التي تتحدث بأنه يجب الضغط على إسرائيل بإتمام الصفقة، بأنه واضح من يتعنت في هذا الموضوع هو نتنياهو، والدليل بأنه نتنياهو لم يذهب بالوفد المفاوض منذ أسبوعين، على الرغم من اعتبار هذه الصفقة التي قدمت من بايدن بأنها إسرائيلية، إلا أنه أرسل المضمون له أو المكفول بأنه لن يتلاعب من وراء ظهره، أرسل سكرتيره وأرسل أيضا رئيس الموساد الأسبق، بمعنى هو يدرك حقيقة بأن هؤلاء لن يتخذوا أي قرار ما من شأنه أن يفضح ما يريد نتنياهو. وقضية ربط نتنياهو في تصريحات أستاذ يونس بأنه الاتفاق سيتم بعد أو سيتم الحديث في كيفية إنهاء هذا الموضوع بعد زيارته من الولايات المتحدة الأمريكية، جزء من التلاعب في عمل الزمن، بمعنى نتنياهو لا زال يراوغ، نتنياهو لم يتقدم، نتنياهو لا زال يضع الخطوط الحمراء التي تعيق التقدم في المفاوضات، وهذا ما يدرك الآن الحليف الأمريكي الذي أصبح يعني يعلن صراحة بأنه يجب ممارسة بعض الضغوط على إسرائيل من أجل التقدم. باعتقادي الإشكالية الآن تكمن في قضية الزيارة بحد ذاتها. الزيارة تمثل نوع من الارتهان الأمريكي الفاضح، بمعنى لا يمكن الآن الحديث بعد هذه الزيارة عن أن الموقف الأمريكي أو أن الإدارة الأمريكية تفكر يوما في صالح الشعب الفلسطيني، لأن الذي دعا إلى الزيارة لم يدعوها حزب الجمهوريين فقط، حلفاء نتنياهو مثلا بترامب صديقه، إنما أيضا من وافق عليها حزب الديمقراطيين رئيس الأغلبية الذي يعني وافق. هذه الزيارة أو هذا الخطاب هو الرابع داخل الكونغرس، بمعنى هذا نوع من النفاق العالمي الأمريكي الذي يعطي لنتنياهو دورة أو وسام تكريم بعد هذه المذابح التي نفذها. يعني 9 أشهر وضمير العالم يموت شيئا فشيئا، بل يعمى شيئا فشيئا عما يحدث في قطاع غزة، ثم يكرم القاتل بدل من أن يتم الحديث عن كيفية لجمه أو محاسبته على أقل تقدير. ما أعتقد بأنه نتنياهو يريد، يعني بعيدا عن كل المحللين الذين يتحدثون بأنه سينصاع نتنياهو في قضية شكر إدارة بايدن والمحاولة المراوغة، هذا يأخذنا إلى عام 2015 عندما حاول أيضا نتنياهو قضية عرقلة الاتفاق الإيراني الأمريكي وفشل في ذلك الوقت. باعتقادي أن اليوم نتنياهو يحاول خرق نوع من التصدع في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية عبر مثل هذه الخطابات. نعم. وإذا ما ذهب نتنياهو بعد جهته أخي يونس سأنهي، إذا ما نذهب إلى قضية استغلال هذا الخطاب بالضغط على الديمقراطيين وإدارة بايدن عبر وجوده وحضن الجمهوريين في قضية استغلال الأصوات الانتخابية في الانتخابات القادمة، فإنه يريد أخذ ضوء أخضر آخر في قضية تمرير وتمديد عمر الحرب، وهذا ما سيشكل أزمة حقيقية لإدارة بايدن. شكرا لك دكتور. أستاذ ساري، هذا ما يدفعنا دائما للحديث عن أو السؤال عن طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هناك تفسيرات كثيرة، نظريات كثيرة في محاولة تفسير طبيعة هذه العلاقة. من يتبع من في السياسة؟ من يؤثر على من؟ من أقوى من حيث المواقف؟ هذه الحرب
أظهرت أنماط جديدة من طبيعة هذه العلاقة، أظهرت ربما العلاقة على حقيقتها بفعل وجود نتنياهو شخصية قوية وعنيدة ولا يريد أن يلتزم بأي نوع من النصائح أو التوصيات الأمريكية أو سمها ما شئت، على الرغم من أن هناك مصلحة مشتركة أمريكية إسرائيلية. لكن في ضوء هذه الزيارة تحديدا التي تأتي بعد فترة طويلة من الحرب وبعد كل ما حصل حتى الآن والمحاولات الأمريكية للسيطرة على الأمور، ما تأثير هذه الزيارة على مستقبل ومسار الحرب في الأيام والأسابيع المقبلة؟ قبل قليل أستاذ، قبل أن نبدأ بالبرنامج، نشر خبر في بعض وسائل الإعلام بأن مصادر أمريكية نعم انقطع الاتصال، لا نعرف ماذا تقول المصادر الأمريكية. أستاذ سري، أتحول للدكتور عمر حتى يعود الأستاذ سري إلينا في الوقت القريب. دكتور عمر، إذن عن طبيعة هذه العلاقة وفي محاولة، إذا دكتور سري معنا مرة جديدة؟ نعم. تفضل. قبل قليل نشر خبر بأنه يستبعد إبرام صفقة قبل انتهاء زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا جئت لنتنياهو، هو مسار واضح، يريد أن يخطب في الكونغرس ليظهر بأنه بطل، يدافع عن الحضارة، يدافع عن الرقي، يدافع عن مش عارف شو، وفي نفس الوقت يقول يعني يقول أنه معني بإبرام صفقة وبعودة المختطفين الأسرى إلى آخره. نعم أرجو أن تبقى معنا أستاذ سري، سنعود بطبيعة الحال بعد أن يتحسن الاتصال من المصدر. دكتور عمر، إذن عن هذه العلاقة وعن نجاح الضغط الأمريكي على نتنياهو في أن يحدث فرقا في هذه الحرب، تفضل دكتور عمر. نعم، إذا توقفنا في علاقة دويت إسرائيل مع النظام الأمريكي فنستطيع أن نضع القانون التالي: إن دويت إسرائيل لا تساوي حذاء في القدم الأمريكي مطلقا. ولذلك نتنياهو يقول: أنا لست دافيد بن جريون، بمعنى أنا أعظم من دافيد بن جريون، لأن دافيد بن جريون انصاع لأيزنهاور عام 1956 وانسحب من قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء بلا قيد ولا شرط ولا مفاوضات، فقال: أنا لست دافيد بن جريون، يعني هو بطل أكثر من دافيد بن جريون. لذلك دويت إسرائيل في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة الميت، ولا يكون حيا إلا بالكهرباء الأمريكية. لذلك أي اعتبار لدويت إسرائيل بأنها لها دورا استراتيجيا بالشرق الأوسط هو اعتبار خاطئ. إن المسألة مسألة أمريكية بامتياز، أمريكا هي الأساس في الحروب والسلام والتطبيع والمفاوضات والاقتصاد والتسليح وكل شيء. إذا مشكلتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أما دويت إسرائيل تستطيع أن تمارس ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية فهذا خطأ سياسي كبير إذا اعتقدنا به. فدويت إسرائيل أصلا لولا الكهرباء البريطانية ما قام، لا سمعنا بوعد بالفور ولا سمعنا بالمشروع الصهيوني. وباللسان الإسرائيلي عند المشروع الصهيوني الذي غاب من البيت الثاني إلى البيت الثالث 2000 عام، فأين الوزن لليهود طيلة هذين 2000 عام؟ لذلك يجب إسقاط فكرة أن اليهود يسيطرون على الولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال المهم بذلك هو: لماذا هذا الدعم الأمريكي لدويت إسرائيل؟ تماما نستطيع أن نقول: لماذا هذا الدعم الهائل لأوكرانيا ضد روسيا؟ أو لماذا هذا الدعم الهائل لكوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية؟ إذن المسألة مسألة سياسة أمريكية وليس لها علاقة بعبقرية اليهود أو بدخل دويت إسرائيل في الشرق الأوسط، أو أن دويت إسرائيل من أجل تثبيت الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط. العولمة الأمريكية ليست بحاجة إلى كل دويت إسرائيل، لأنها لا تساوي كثافة نيران أصغر حاملات طائرات في الأساطير الأمريكية. فدويت إسرائيل قلبها في واشنطن، ولا يوجد جسد في العالم يعيش وقلبه خارج جسده إلا دويت إسرائيل بسبب الكهرباء الأمريكية والدولار الأمريكي والسلاح الأمريكي والفيتو الأمريكي.
نعم، هذا كلام مهم، أرجو أن تبقى معي. في المقابل دكتور سامر، هناك تصلب عربي رسمي تجاه المقاومة الفلسطينية. هذا التصلب مفهوم في سياقاته التاريخية للأسف الشديد، وخاصة ضد حركة حماس كونها من تقود المقاومة الآن المسلحة في قطاع غزة، لكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك بعض المواقف السياسية أو الإعلامية أو حتى الإغاثية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في غزة ليس كله من حماس أو الجهاد الإسلامي بطبيعة الحال. تفضل. للأسف الشديد لا يمكن فصل السياسات في التعامل مع هذه الأوضاع، بمعنى الدول العربية منقسمة على ذاتها، منقسمة على حكامها، منقسمة على سياساتها، ولا زالت تراوح بين ثلاثة محاور. بمعنى بعض المحاور العربية المتصلبة الآن هي تحافظ على سياسة الارتهان للأسف الشديد للهيمنة الأمريكية، وبالتالي لا يمكن أن تتخذ أي قرار سواء في العلاقة مع حركة حماس أو العلاقة مع الشعب الفلسطيني كتحقيق يعني كحق لتقرير المصير، وبالتالي لا يمكن ان تخالف الهيمنه الامريكيه في هذا المجال. بعض الدول الاخرى لديها مشكله شخصيه حقيقيه مع فكر حركه حماس بصفتها المرتبطه بالاخوان المسلمين، وبالتالي يعني هذا ياخذنا الى ما بعد الربيع العربي للاسف الشديد، وبعض الدول ايضا تاخذ طابع الانتقام في هذا المشي. الامر الثالث هو مسار التسويه، وبالتالي بعض الدول الان تعتبر ما حدث في 7 اكتوبر وخصوصا سياسات وايديولوجيه حركه حماس يشكل خطرا على مسار التسوية في منطقة الشرق الأوسط، وأسقط مشروع التطبيع الذي يتم العمل عليه منذ عقود. وبالتالي الحقيقة الآن بأن هذه المحاور الثلاثة تجعل المواقف العربية تتصلب من أجل ألا تنجح هذه التجربة الإسلامية في قطاع غزة أولا، وألا ينجح قضية خروج هذا النمط المقاوم في ظل أن هذا المسار سيغير وجه التاريخ في التعامل مع الاحتلال في منطقة الشرق الأوسط بعد المحاولة من إنعاش مسار التسوية والمفاوضات على مدار 30 عاما، وبالتالي أي دعم لهذا المسار في هذه الحالة يعني كيف لم تعد تلك الأنظمة دكتور تشعر بالخطر الإسرائيلي؟ كيف أصبحت منظمات فلسطينية أشد خطرا عليها من إسرائيل؟ كيف يفكرون يعني بناحية أخرى؟ الإشكالية بأنه التفكير ليس ضمن المنطق أو العقل أو السيادة، هذا تراجع في الدور العربي للأسف الشديد في المنطقة، لم يكن دور العرب في هذا. إذا ما عدنا بالتاريخ إلى عام 2082 في حصار بيروت كان لمواقف الدول العربية نوع من القوة، نوع من الصلابة في مواجهة الهيمنة الأمريكية. للأسف الشديد 30 عام الهيمنة الأمريكية تتوطد في منطقة الشرق الأوسط وتخضع للدول العربية وأنظمتها في أكثر فأكثر يوما بعد ما يوم، لكن للأسف الشديد عزز قضية اسقاط النظام العربي او الربيع العربي واظهار الانظمه الحاليه، عزز مفهوم الهيمنه لانها اصبحت هي التي تحمي هذه الانظمه في ظل ان شعوبها لا تريدها. هذا اولا. ثانيا ما يتم العمل عليه والترويج بقضيه التطبيع مع دوله الاحتلال الان ودعم مسار التسويه والمفاوضات في قضيه انه بعض الدول لا زالت تتمسك بخيار انه التطبيع مع الاحتلال من اجل مصلحه الشعب الفلسطيني، وبالتالي خيار او مسار المقاومه الفلسطينيه اذا نجح هذا يهدم كل ما تم العمل عليه على مدار 30 عام من الهيمنه الامريكيه ومشروع التطبيع وصنع الشرق الاوسط الجديد بما فيه الفلسطيني الجديد الذي يقبل بالاحتلال على ارضه عام 48 و67. على ذكر على ذكر الفلسطيني الجديد، اسمح لي أنتقل إلى محور آخر مع الأستاذ ساري. رغم التغول الإسرائيلي عليها لكنها ما زالت يعني تتحلى بين قوسين بالهدوء العالي والحكمة المصطنعة السلطة الفلسطينية، رغم أنها تموت موتا بطيئا يعني على صعيد تمثيل الشعب الفلسطيني وأصعدة أخرى كثيرة جدا. كيف يمكن أن نظر إلى هذه النقطة في ضوء 10 شهور من الحرب على قطاع غزة والموقف الفلسطيني الرسمي تجاه هذه الحرب وكذلك من الاحتلال الإسرائيلي؟ أستاذني، دوما عندما ننظر إلى الحالة الفلسطينية وحالة منظمة التحرير الفلسطينية التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية، يجب أن لا نجعلها منبتة عن الحالة العربية. ما كان ياسر عرفات إلى حل اللي هو أوسلو لولا أنه شاف العرب هذا خيارهم. طبعا ممكن الاختلاف على بعض التفصيلات، هم كان العرب بدهم يعملوا تطبيع مع إسرائيل بدونه ويستولوا مثلا جزء على الحكم في الضفة الغربية بطريقة معينة، هو راح سبقهم، لكن هو شاف الوضع العربي هيك. عندما يتغير الوضع العربي أنا أراهنك، إحنا مش بنجوز، أن موقف ميم تافا وموقف السلطة سيتغير تلقائيا. هذا ليس تبريرا وليس دفاعا، يعني إحنا إلنا وضع خاص وما بصير نربط حالنا في أنظمة يعني مهترئة وأنظمة تآمرت على قضيتنا، وأصلا سردية حركة فتح يعني اللي هي العمود الفقري للسلطة الفلسطينية
قامت على سيطرة النظام العربي الرسمي وأنه فعل بها الأفاعيل وأن أوائل شهدائها بيد الأنظمة العربية إلى آخره. لكن مع ذلك عندما يكون الخيار العربي الرسمي مختلفا أو يتقدم خطوة للأمام، أنا أراهنك أن موقف السلطة سيتقدم إلى الأمام. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الخيارات للأسف أمام السلطة ضيقة ومحدودة. يعني عندك حصار مالي، كيف ستتصرف في ظل الحصار المالي والنظام العربي الرسمي لا يوفر لك مظلة في مجال. أيضا عندك نزع مظاهر السيادة المحدودة التي كانت على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية طبعا. يعني الآن الاحتلال انتقل من العربدة في مناطق سي أو جيم اللي هي تشكل 60% مساحة الضفة الغربية لكنها أقل سكان، انتقل إلى التجمعات السكانية في المناطق المصنفة باء أو بي، وهذا شيء خطر جدا. بدأ بهدم البيوت وترحيل الناس ومصادرة يعني آلاف الدنومات من الأراضي في مختلف المحافظات، فالوضع مزري. يتغير الوضع العربي سيتغير الوضع الفلسطيني الرسمي، بدون ذلك لا. لكن يعني هناك أمام يعني حركة فتح في الضفة الغربية الفاعل الرئيسي، وبإمكانها أن تخلق حالة شعبية متقدمة عن ما رأيناه من يعني نوع من الركود أو يعني ما نكونش على مستوى الحدث في هذه الحرب المدمرة، وخاصة بعد انتقال الاحتلال إلى حرب مختلفة لكن تؤدي إلى نتيجة خطرة في الضفة الغربية. نعم استاذ. نعم نعود دكتور عمر إلى الاحتلال الصهيوني وما يجري هناك من انقسام حاد. تفضلت بالحديث في الإجابة الأولى عن حالة من الانقسام غير المسبوقة داخل الكيان الصهيوني، يعني جالانت وآخرون يريدون الذهاب إلى صفقة وليس ثمة عائق أمني بهذا الاتجاه، نتنياهو يصر على عدم الذهاب وعلى مواصلة الحرب رغم هذا الخلاف. إلى أي مدى تعتقد بأن الخلاف قد يتسع وقد لا يصبح نتنياهو قادرا على السيطرة على باقي الجهات الأخرى، يعني سواء الجيش، المستويات الأمنية، يعني أو ما إلى ذلك؟ يعني في لحظة ما هل تعتقد بأن هذا الانقسام وهذا الاختلاف الداخلي قد يؤدي إلى نوع من عدم القدرة على تنفيذ الأهداف؟ فيما يتعلق بنتنياهو، طالما أنه يمتلك رقم 61 فلا خوف عليه مطلقا من أي خلاف هنا أو هناك، وهو يمتلك 64. لذلك دويت إسرائيل نتنياهو سيعربد في النظام السياسي الإسرائيلي كما يريد أكثر، لكن اللجام الوحيد له هو الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان فيتو مجلس أمين ولا سواء كان اقتصاد دولار ولا سواء كان تسريع قنابل وغير ذلك. لذلك يجب التوجه فقط للولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون كل ثقلنا على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا إذا كان لنا ثقلا على هذه العولمة الكبيرة الضخمة العملاقة التي لا تعترف بحقوق الإنسان إلا بمفاهيمها الذاتية. ولذلك كلنا شاهدنا، حتى قال نتنياهو لجو بايدن: أنا أفعل مع الفلسطينيين كما فعلتم في الأفغان وكما فعلتم في أفغانستان. ولذلك لم يستطع أن يرد عليه جو بايدن على هذا الاعتراض الذي قال له نتنياهو، علما أن جو بايدن قال له: استفد من أخطائنا في أفغانستان واستفد في أخطائنا في العراق. ولذلك دويت إسرائيل الآن لا ثقل لها إلا الكهرباء الأمريكية. ولذلك إذا فهمنا كيف نتعامل مع الوحش الأمريكي أو مع النسر الأمريكي بمعنى أصح، لاستطعنا أن ننجو من كثير من الخلافات الداخلية، لأن العولمة الأمريكية ثابتة وراسخة على كل دول الشرق الأوسط بلا استثناء، بل حتى على أوروبا بلا استثناء. ولذلك يجب أن نفهم أن مشكلتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية تماما مثل ما يفهم نتنياهو أن مشكلته مع أمريكا، سواء كان مع ترامب ولا جو بايدن. ولذلك يحاول التدخل بأخطر نقطة في تاريخ النظام الأمريكي، وهو التدخل بالانتخابات الداخلية ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. إذن الآن أستطيع أن أقول لك
أن الوطن العربي في حالته الحالية وتحت الاستعمار الأمريكي والهيمنة الأمريكية، ودعاك ودعك من كل هذه العبارات الاستقلالية والتقدمية وحق تقرير المصير والاشتراكية وإلى آخره. هذه حقيقة. من يشاهد المشاهد في قطاع غزة ولا يكون له قلبا؟ من كل العالم صار مع يقول الإسرائيلي 100 دولة في العالم مستعدة لإعتراف بدولة فلسطينية، ونحن سنعاقب 100 هذه الدولة كما قال سموتريتش. نعم. إذن اللاسامية انتشرت في العالم 200% بسبب ممارسة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ألا يحرك ذلك قلوب من يدعي الثورية والوطنية والاشتراكية والتقدمية؟ ودعك من هذه الألفاظ الذي هي خالية من أي محتوى. لذلك من يستطيع أن ينظر ما يجري في غزة من هذا القتل من الأطفال والنساء وهدم البيوت؟ دولة إسرائيل منذ أول يوم في كل حروبها في قطاع غزة، سواء ابتدأنا من 2006 حتى 2024 حتى طوفان الأقصى، لا تملك دولة إسرائيل بنك أهداف عسكرية مطلقا، بدليل استمرار المقاومة وبدليل انتهاء الحروب السابقة سواء كانت عمودها عنان ولا سواء كانت تسوق إيتان، انتهت بالندية الكاملة، هدوء مقابل هدوء وقصف مقابل قصف. قصفت يا إسرائيل قصفنا، هدأت يا إسرائيل هدأنا. وإذا ذهبنا إلى المواطن الإسرائيلي بالاستبيانات التي تمت، لقال لنا يد المقاومة الذي خرجت العليا، وبخاصة بعد حرب 51 يوما بتسوق إيتان. نعم. طيب. لا تستطيع أن تمتلك أي هدف عسكري ولا تستطيع أن تدعي أي انتصار عسكري. هذا الذي يجنن نتنياهو ويفقد عقله ويفقد اتزانه بعيون رجال الأمن من الشباك السابقين ليذهب الاحتلال باتجاه الشعب الفلسطيني. نعم. ولذلك نتنياهو مفلس عسكريا أمام المقاومة. نعم، أشكرك دكتور، ابقى معنا لو سمحت. أتحول للدكتور سامر. دكتور سامر، فيما يتعلق بنقطة مهمة تتعلق بالموقف الأمريكي، طبعا أولا يبدو أن المرحلة الثالثة من الحرب هي اغتيالات مركزة لأبناء الشعب الفلسطيني لأهداف كثيرة ذكرنا جزءا منها في المقدمة، عقاب الشعب الفلسطيني، الضغط على المدنيين من أجل الانفجار في وجه المقاومة، وأسباب أخرى كثيرة. وفي نفس الوقت الأمريكان رفعوا يدهم بين قوسين من الناحية الإنسانية حتى والإغاثية عندما أبلغ أوستن جالانت بتعليق عمل الرصيف العائم الذي لم يجد استجابة من الاحتلال بإدخال تلك المعونات والمساعدات التي جاءت عن طريق هذا الرصيف. حتى من الناحية الإنسانية الإغاثية لم ينجح الأمريكان في الضغط على الإسرائيليين، بينما تغلق المعابر على مدار أكثر من شهرين ولا يسمح بدخول أي نوع من الإغاثة، ونحن نتكلم عن تجويح حقيقي في مختلف مناطق قطاع غزة. هل يعقل هذا؟ يعني هذا بكل تأكيد هذا يؤكد المؤكد أستاذ يونس، بمعنى من كان يظن أنه هذا الرصيف العائم المائي كان من أجل إدخال المساعدات فهذا وهم قد شربه من فكر به. الرصيف العائم كان له أهداف استراتيجية تتعلق بالاستخبارات والعمل العسكري، وأثبت ذلك عملية الانصيرات التي استخدم فيها هذا الرصيف من أجل إدخال قوات الكوماندوز لتحرير 4 محتجزين داخل انصيرات، ويومها حدثت أكبر مجزرة من المجازر التي لم يكن أحد أن يتخيلها، وقتل فيها 3 محتجزين آخرين. أما اليوم فهي بصورة واضحة، الآن يتم الضغط على الشعب الفلسطيني عبر تحويل قضيته لقضية تجويع إنساني، بمعنى كل اليوم يتم الحديث عن قضية إدخال مساعدات إنسانية، في حين أن واجب الوقت أن يتم الحديث عن إيقاف هذه الحرب المجنونة، بمعنى لم يبقى في شيء في قطاع غزة يقاتل نتنياهو، فوق الأرض دمر كل شيء ولم يحقق أهداف على مدار 9 أشهر، وهذا بشهادة القيادات الأمنية داخل جيش الاحتلال. الإشكالية الحقيقية الآن أن الإدارة الأمريكية لم نتوقع منها يوما في مواقفها أن تكون لصالح الشعب الفلسطيني. حتى الرصيف العائم هو ليس رفعا لليد، إنما انتهى دوره باعتقادي. المرحلة الثالثة ستكون مرحلة جوية، وما يؤكد على أن هذه المرحلة الجوية ما تم الإعلان عنه في قضية أن هناك ضرر في الدبابات وإلى آخره من سلاح المدرعات، بمعنى الاحتلال حتى وإن لم يكن حقيقة على اعتبار أنه حقيقي، هذا يؤكد أنه المقاومة كان إعلامها صادقا، هذا يؤكد بأن هناك ضعف في الساحة وإرهاق واستنزاف في سلاح المدرعات والسلاح الجيش الميداني بمعنى على أرض الواقع.
هذا يؤكد بانه سيتم سحب هؤلاء القوات، وبالتالي ستكون المرحله الثالثه مرحله جويه بتكثيف الضربات مع التركيز على بعض الاغتيالات للنقاط، وبالتالي ينتهي الان دور الرصيف المائي الذي تم انشاؤه من الاداره الامريكيه. لو ارادت الاداره الامريكيه ان تضع يدها حقيقه لمصلحه الشعب الفلسطيني لفرض منذ اليوم الاول ادخال المساعدات من 7 معابر يتحكم بها الاحتلال، غير يعني 6 بالاضافه الى معبر رفح الذي اصبح الان معطل منذ احتلال رفح وفيلادلفيا. باعتقادي ان الاداره الامريكيه لن تصب في قرارات لصالح الشعب الفلسطيني. ما يمكن العمل عليه هو امران، الامر الاول تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بالضغط في كل الساحات من اجل ادخال المساعدات وانقاذ الشعب الفلسطيني من المجاعه التي يتم الان العمل عليها بشكل ممنهج، والامر الاخر العمل في كل الساحات على الساحات سواء في قضيه الضغط على الاداره الامريكيه في قضيه الانتخابات، هذا له جانب، والامر الاخر تقويه حاله العزل التي يعيشها الاحتلال، وهذا من اكبر الامور التي حققها عن 7 اكتوبر ويتم العمل عليها، واذا ما تم العمل عليها باعتقادي ستكون من اقوى النقاط التي تشكل عاملا ضاغطا اكثر على الاحتلال في الايام القادمه. نعم. يريد الاحتلال استاذ سري ان يفرغ مقاومه الشعب الفلسطيني من مضمونها بهذا الصمت والتخاذل وبهذا التصلب العربي الرسمي والإسلامي حتى في دعم الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. يعني مثلا نجد أن هناك قوافل تدخل إلى إسرائيل من الدول العربية، تأتي من موانئ دول عربية وعبر حدود دول عربية وإسلامية، بينما لا يسمح بإدخال الإغاثة والمعونات لقطاع غزة. حتى الأمم المتحدة تشكو من ذلك وتقول بأن إسرائيل لا تسمح لنا بإدخال الوقود اللازم للمستشفيات والأماكن. فهم الصورة. يعني يريد الاحتلال أن من خلال ما يطبقه نتنياهو اللي كان والده سكرتير خاص لجابوتنسكي واللي بآمن نتنياهو بنظرية الجدار الحديدي، يريد أن يطبقها على الشعب الفلسطيني في غزة بكل حذافيرها ولكسر وهزيمة الشعب الفلسطيني واقتلاع فكرة المقاومة من رأسه. هل ينجح في ذلك؟ والد نتنياهو كان مؤرخا أيضا، مؤرخ ومعمر كمان، وعاش فوق القرن. كان نتنياهو بده يعيش لنا قرن كملت. هو في الحقيقة أستاذ ما ذكرته مؤلم ومخزي. يعني احنا كنا عشت أنا مرحلة كان في نوع من المقاطعة لإسرائيل. أتعرف ماذا يشمل؟ مش مقاطعة البضائع الإسرائيلية ولا مقاطعة البضائع الشركات. مثلا كان أضرب مثال، مثلا كان عندنا سيارات سوبارو، لكن لم تكن سيارات سوبارو مثلا في الأردن، لأنه شركة سوبارو مقاطعة. شركات سيارات النيسان كنا نشوفها فقط في الدعايات، ما كانتش عندنا، كان في خلاص فلوق وهكذا. يعني شركات السيارات تتعامل مع إسرائيل، لا تتعامل معها الدول العربية. وأيضا مقاطعة للدرجة الثانية، لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع شركات تتعامل مع الكيان. وصلنا هل خلال 30 سنة أو 35 سنة نوصل إن احنا نزود الكيان العبري بالخضار والفواكه والمجمدات وغير ذلك، غير المعلومات الاستخباراتية ومنع المتظاهرين، والشعب الفلسطيني في غزة يكابد الجوع والعطش؟ والله إن هذا عار. ولكن ما لا يحسبه من غرق فيه هذا العار وهذا الشنار وهذا الموقف المخزي أن الأمور لن تمر مرور الكرام، سيكون هناك عقوبات للأمر تداعيات، وهذا ما قلته في بداية هذه الحرب وأكرره. لننظر إلى التاريخ العربي منذ قام هذا الكيان، كل ما كان يكون في حدث في القضية الفلسطينية يكون له تداعيات على المستوى العربي. وراجعوا التاريخ، راجعوا التاريخ. لكن هم العرب يعني يظنون بأن إسرائيل ستحسم الأمر. كيف تحسم الأمر؟ يعني يا عرب بالله عليك، ما الذي تقصده ستحسم الأمر؟ هل ستقتل 2 مليون غزي؟ هل ستأخذ الأسرى أو تقتلهم وتمنع صفقة التبادل والمقاومون لا سمح الله وهذا لم يحدث سيخرجون أو يقتلون؟ ماذا بعد ذلك؟ نسيتم أن هناك شيء اسمه المسجد الأقصى؟ العرب كانوا يمسوا في لب صراع، احنا في عندنا المسجد الأقصى. هذا المسجد الأقصى سيبقى عليه الصراع إلى أن يعود للمسلمين. هذا ما لا يدركه العرب، خاصة مفكرين غزي وحماس وخلصنا، لا يا عم، غير هيك. يعني انتم رهنتوا على اسرائيل شهر وشهرين، هاي صار لها 10 اشهر، وراح تستمر المقاومه كمان
المقاومه هيئت نفسها لقتال طويل اذا كان الاحتلال لا يريد وقف هذا الحرب، رغم الالم ورغم كل شيء. لم يعد للغزيين شيء يخسرونه، لم يعد لديهم شيء، خسروا احبائهم وبيوتهم وكذا. انا لست ناطقا باسمهم واخجل من ذلك، لكن هذه هي المعادله الموجوده. المقاومه تقاتل ولم تستسلم. لماذا تدعمون الكيان العبري؟ انا اقول لك يا استاذ ماهر، مشكله العرب انهم ينظرون الى الصراع ليس من منطلق الامن القومي، بل من منطلق حزبي ضيق، ينظرون ان راس حربة المقاومه في فلسطين او في قطاع غزه هي حركه حماس، وحركه حماس خرجت من رحم الاخوان المسلمين، وهم يكرهون الاخوان المسلمين، هكذا ينظرون، ولا ينظرون الى ان الكيان العبري اخطر عليه من الاخوان المسلمين. يا اخي انا بدي اسلم معكم. الاخوان المسلمين زي ما بتحكوا واسوء، مليح. بدي اجاريكم. طب الكيان العبري اسوء من كل السوء. واخطر عليكم، اخطر على عروشكم، اخطر على اراضيكم، اخطر على مجتمعاتكم، ولا يشبع. الكيان العبري لا يشبع. هو عنده تصور انه اسرائيل من الفرات الى النيل. لا تظنوا انه هذا يتخلى عن هذا الحلم. لماذا تنظرون الامور مش من منظار الامن القومي بل من منظار كراهيه الاخوان المسلمين؟ هذا لا يجوز. نعم. يعني انتم والاخوان المسلمون في سفينه، فلتعبروا ثم بعد ذلك تقاتلوا. انتم وحماس الان في سفينه، لا تقوموا بخرق هذه السفينه، خرقتموها انتم اصلا. يعني انا اخاطب النظام، وايضا للاسف النظام العربي الرسمي استاذ نعم. سيطر على الشعوب. يعني انتم دائما الناس بتقول لك وين الشعوب؟ الشعوب يا استاذ مسيطر عليها بالقبضه الامنيه، بلقمه العيش، ببرامج ومناهج، تم اعلاء نعم. النزعه القبليه والقطريه الضيقه. يعني صار السوري يقول لك انا سوري واللبناني لبناني اكيد حتى نعم والعراقي. وصلت الفكرة أستاذ سري، اسمح لي أذهب لدكتور عمر بسؤال أخير. دكتور عمر، إذا نحن في الشهر العاشر من الحرب على التوالي، إحنا في اليوم 85 بعد 200، لا شك في كل ساعة وفي كل يوم هناك مجازر جديدة وقتل وإجرام، ونحن نتكلم الآن هناك مجزرة جديدة في حي الرمال، وعلى الرغم من ذلك شعبنا الفلسطيني ربنا يقويهم ويحفظهم الناس هناك في قطاع غزة، يعني صمدوا صمودا لا يتخيله عقل. في المقابل إسرائيل التي أوهمت العالم كله بقدرتها على الحسم والعمليات الخاطفة وإنهاء الأعداء، تدخل الشهر العاشر من القتال في غزة مع كل ما تفضلتم به من حديث عن خسائر وعن مشاكل إسرائيلية داخلية، ولن تستطع الحسم، ولا هي نحن نتكلم عن معركة مع قوى محلية فلسطينية وليس مع دول وأنظمة مسلحة ولديها جيوش بالملايين. فكيف نفهم ذلك؟ نحن نحاول أن نجعل هناك سياق استراتيجي لحديثنا أكثر من سياق الميدان اليومي حتى نستطيع أن نفهم أبعاد هذه المعركة الطويلة. هذا فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، فالوضع في قطاع غزة بإذن الله بلسان الإسرائيلي أنه عصية على الانكسار وعصية على الخضوع. كما يتكلم نتنياهو ليلا نهارا، لا يمكن أن يتم التبادل إلا بإقناع حماس وخضوع حماس ونزع أسلحة حماس وتفكيك حماس. ولذلك الشيء اللي يطمئن قلوب الأحرار في الوطن العربي والذي أتمنى أن يكونوا قلة ولا يكونوا كثرة، إذا كانوا كثرة خرب بيتنا، لأن يوم عجبتنا كثرتنا كادت الهزيمة أن تنحل بنا أو تسقط علينا. ولذلك طالما أن الفئة القليلة المنظمة المنضبطة المؤمنة هي التي تقاتل، فالنصر لها شئنا أم أبينا. ولذلك هذه أمامنا طوفان الأقصى، هذه إسرائيل تقاتل بدعم أمريكي وحلفاء أمريكا في المنطقة مهما كان اسمهم. إن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط تحديدا لا يخرجون عن الاستراتيجية الأمريكية العامة والتي دوية إسرائيل جزء منها. لذلك دوية إسرائيل خاسرة فقط أمام الفئة القليلة المؤمنة المستضعفة التي تقتل أبنائها وتقتل نسائها وتهدم بيوتها. وهذه الصفات لا تأتي على الأغلبية، لأن يوم عجبتنا كثرتنا كاد أن يخرب بيتنا، وقد كدنا أن نهزم في حنين. لذلك أخي الكريم، لا، ليس هذا من باب الخطب الجوفاء وليس من باب الكذب، هذا هو التاريخ. الذي ينتصر دائما وأبدا بالتاريخ هم الفئة القليلة
المنتظمه المنضبطه، لها فكر ايديولوجي، وحصلت على ما تستطيع ان تحصل من وسائل العصر، وهذه السمات تنطبق على المقاومه في قطاع غزه. نعم. لذلك الاسرائيلي بعد هذا الحرب الذي هي الاطول بتاريخ المشروع الصهيوني، ليس فقط منذ عام 1947 وانما منذ عام 1917، اي عندما هزمت الدوله العثمانيه امام الطغيان الانجليزي الفرنسي الروسي القيصري قبل عام 1917. ولذلك لولا انهزام القوات العثمانيه امام هذا التشمع الغربي لا سمعنا بسايكس بيكو ولا سان ريمو ولا أرثر بلفور ولا اي شيء. لذلك طالما ان النصر ثابت في ديننا انه ملك للفئه القليله المستضعفه المنتظمه المنضبطه التي حاولت كل ما تستطيع ان تحصل على وسائل العصر، هذا ما نجده في المقاومه في قطاع غزه. واستطيع ان اؤكد هذه المعلومه بالشواهد التاليه. دولة إسرائيل لا تملك بنك أهداف عسكرية في دولة إسرائيل، بدليل هذه الحرب دمرنا 200 هدف لحماس، 300 هدف لحماس، 400 هدف لحماس، تكفكنا قبائل كتائب حماس في الجنوب وفي الشمال وفي رفح ويكن، والمقاومة لا تزال مستمرة. وأنا متأكد أن دولة إسرائيل عندما تيقنت أنها لم تتمكن من الوصول إلى أحمد الضيف علما أن الاغتيالات في النظام السياسي الإسرائيلي لا سلاح استراتيجي ولا تكتيكي، لأن الذي يستشهد يأتي الذي بعده أشد، كما يقول الإسرائيلي يشتاق للجعبري أكثر مما يشتاق للسنوار، ويشتاق للموسوي أكثر ما يشتاق لحسن نصر الله. نعم. كما يقول الإسرائيلي. نعم. بمعنى أن هذه الاغتيالات الذي يعتبرها الإسرائيلي شكل من أشكال الانتصار كلاما مردودا عليه من قبل الإسرائيليين وليس من قبلنا. نعم. أشكرك جزيلا دكتور عمر جعارة الخبير في الشأن الإسرائيلي والصهيوني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. الشكر موصول للدكتور سامر عوض الباحث في الشؤون السياسية والأستاذ ساري سمور الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم جميعا كنتم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لفريق العمل على إنجاح هذه الحلقة. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.